الى جانب تصريحات بيتسو موسيماني نروح لتصريحات كابتن الشناوي اللي اكد على صعوبه هذا اللقاء وان الوداد فريق كبير، وعن ملعب هذه المباراه قال ان احنا ان هو تواجد في هذا الملعب في فوزين سابقين بالمغرب بحضور جماهير في مره وبدون جماهير مره اخرى، وخسرنا مره في النهائي، كل هذا تاريخ في الماضي، والان نحن ندرك جيدا اننا امام مهمه صعبه ولا يشغلنا حاليا اي شيء سوى التركيز في الملعب ووجود الجمهور والضغط، امر اعتاد عليه لعيبه النادي الاهلي وبالتالي يقدروا يتعاملوا معاه بشكل احترافي. انا بحب التصريحات قوي بقى، ما اعرفش ليه، انت عارف الموضوع ده، بحب التصريحات لان بيبقى فيها كده رسائل كتيره جدا. انا عايزه اروح معاكم شويه كده لبعض التصريحات اللي كريم تحدث عنها لموسيماني ونحللها مع بعض انا وكريم ومع حضراتكم، وفي نفس الوقت برضو لوليد الركراكي طبعا المدير الفني للوداد المغربي، لان هو برضو كان امبارح قايل رسائل محترمه. نبدا بموسيماني يا كريم. فكرة ان انا ابدأ كده واقول طبعا ان الاهلي بيحترم الوداد واحنا جاهزين للفوز في اي مكان، الشق الثاني هو اللي يهمني لان احنا بنحترم اي خصم، دي مش حاجة جديدة، ولكن نحن جاهزون للفوز في اي مكان، وده اللي اكد عليه موسيماني كده حرفيا، قال نلعب النهائي في اي مكان يتم تحديده، والدليل نحن هنا في المغرب واي امور اخرى لا اتحدث عنها، وده اللي قلناه خلاص عدت بقى القصة دي، مش هنقعد نرغي فيها كتير لان التركيز حاليا في الملعب وفي ال 90 دقيقة، وهذا لا يعني ان العناصر الخارجية لا يكون لها دور سواء من الجمهور أو الملعب، ولكن تفكيرنا الآن في المباراة داخل الملعب فقط. هنا التصريح في حاجة يعني زي ما بتقال كده ضمنية أو غير مباشرة شوية بس تتفهم، يعني إيه؟ أنا مش هركز دلوقتي في كل الحاجات اللي بتعطل، أنا مركز في المباراة في التسعين دقيقة، بس ده مش معناه إن العوامل الخارجية ملهاش تأثير، بس أنا مش هقف عندها، والعوامل الخارجية فكرة إن أنا ما عديهاش دي مش معناها إن أنا بتحجج، دي فكرة إن أنا ليا حق فأنا لازم أتكلم فيه، ولو حضراتكم لاحظتوا النادي الأهلي المرة دي تحديدًا لأن دي مش أول مرة تحصل. طب احنا ليه شايفين النادي الاهلي المره دي تحديدا بيشتغل بكل الجهد ده ان هو ياخد حقه؟ لان احنا تعبنا. بص الاجابه بمنتهى البساطه كده، انك تعبت، انت كل شويه بيحصل فيك وكل موسم وكل بطوله بيحصل معاك حاجه ولو واحده من الحاجات اللي احنا بنشوفها، فانت خلاص بقى انت كنادي الاهلي انت محتاج تدافع عن نفسك، محتاج تدافع عن نفسك علشان الجماهير وعلشان تاريخك وعلشان حاجات كتيره جدا، فبتيجي لحظه كده الواحد بيقول كفايه، احنا كل مره بنبقى بنتعامل بالشياكه وبنبعت جوابات وبنبعت خطابات وبنشتكي، بس خلاص بقى احنا عايزين حقنا، احنا عايزين رد من الكاف يكون رد منطقي، يعني على 1 2 3 4 طلبات الاهلي او النقط اللي اتكلمت فيها او اتكلم فيها النادي الاهلي تحديدا. ده الشق الخاص بتصريحات موسيماني. فكره الغيابات كمان خليني اقول لحضراتكم، لان ناس كتير كانت بتقول لك الغيابات وهتؤثر، موسيماني حددها كده، قال لك فريقنا دايما جاهز وبيلعب بدون لاعبين كبار في اوقات كتيره جدا، لو احنا فاكرين قبل كده احنا لعبنا من غير 11 لاعب، فعادي ده كله وارد على